اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. لو عايز تقص او تحفر شكل بيضاوي زي ده بالراوتر، قرص ترابيزه، حلي على باب، اطار مرايه، برواز، هتعملها ازاي؟ هو ده السؤال اللي هنجاوب عليه النهارده. يلا بينا نبدا مع بعضينا. بعد الحلقه المميزه اللي قدمناها عن الراوتر جالي طلبات كتير عن طريقه عمل الشكل البيضاوي بالراوتر، وبرغم انه موضوع متخصص شويه انما جات لي فيه اسئله واستفسارات كتير، وده شيء اسعدني طبعا. عشان كده وبسرعه تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي اداه او ميكانيزم الحركه اللي بيخليني اقص شكل بيضاوي بالراوتر، وتابعوا الفيديو للاخر عشان هنجاوب على مجموعه اسئله مهمه جدا. هنحتاج لقطعه خشب مستطيله شويه، وقطعتين خشب هنقصهم بالنص عشان يبقوا اربع قطع متساويه، واي ازدابه خشب تكون نفس ارتفاع الخشبتين دول او اعلى شويه، المهم مش اقل. المقاسات بتاعت التصميم ده مش مهم انك تعمل زيها، لان كل مقاس بيطلع بنتيجه مختلفه في الشكل البيضاوي، يعني كل ما تكبر التصميم هيكبر معاك الشكل البيضاوي والعكس صحيح. انما عشان برضو الناس الدقيقه هتلاقوني سايب التصميم بتاع الاداه اللي هنصممها النهارده بالمقاسات في وصف الفيديو. هنبدا اول حاجه نقص القطعتين دول عشان يبقى عندنا اربع قطع متساويين. هركب بقى في الراوتر الريشه المايله دي، وهنركب المسطره بتاعه الراوتر. لو عندك فريزه هيبقى افضل طبعا. هنظبط مسطره الراوتر بحيث ان يبقى بارز من ريشه الراوتر مسافه صغيره جدا يدوب تاكل اطراف الخشب، ونثبت الراوتر في الملزمه عشان ما يتحركش. كده احنا ركبنا الراوتر في الملزمه، ولان الراوتر صوته عالي والغبار اللي بيطلع منه كتير، فاحنا دايما بنوصي الناس انهم يتخذوا وسائل الحمايه اللازمه، نظاره العين والكمامه وكمان واقي الودان. وهنجيب بقى الاربع خشبات اللي عندنا ونبدا ناكل اطرافهم على الراوتر. هناكل طرفين بس، اي طرفين متقابلين في نقطه. وكمان بنفس وضعيه المسطره والريشه هنساوي طرف السدابه الخشب اللي عندنا من الناحيتين. بعد كده بقى السدابه دي هنقصها لقطعتين صغيرين. كده احنا عملنا اول جزء في الاداه بتاعتنا القاعده. هنبدا بقى نركب الاربع قطع اللي عندنا في الخشبه المستطيله. هنحط اول قطعه وجنبها القطعه الثانيه، وبينهم سدابه من السدابتين اللي قصيناهم، ونتاكد ان السدابه بتتحرك بينهم بسلاسه وسهوله. نثبت بقى القطعتين بالمسامير والغيره. بعد كده هنركب القطعتين التانيين، وبرضو الراعي ان السدابتين يكونوا بيتحركوا بينهم بسهوله. نجيب بقى السدايب الصغيره دي ونعمل فيها فتحتين لمسمارين 6 مللي، بحيث ندفن الراس بتاعتهم في السدابه. تمام كده. دي قطعه خشب طولها حوالي 75 او 80 سنتي وعرضها 7 سنتي، هتكون هي الدراع المتحرك بتاع الاداه اللي احنا بنعملها النهارده. هنعمل فيها ثقوب كل 5 سنتي او 10 سنتي حسب بقى ما تحتاج وحسب شغلك. الثقوب دي تكون برضو 6 مللي على نفس مقاس المسامير اللي ركبت في السدايب اللي احنا عاملينها. نركب بقى السدايب في المجاري بتاعتها ونحط وردتين فوقيهم، ونركب الدراع في المسامير اللي طالع منهم ونقفل عليهم بالفراشات والورد. وممكن عشان نظبط شكل الاداه بتاعتنا وتبقى جاهزه لاصغر شكل بيضاوي، نظبط الاطراف بتاعت القاعده بحيث ان ما يخبطش الراوتر فيها. فاضل بقى نركب الراوتر في الدراع. تركيب الراوتر بيعتمد على نوع الراوتر اللي عندك، سواء راوتر كبير او راوتر صغير. لو كبير زي اللي عندي هتركب دراع الاداه في اماكن تركيب مسطره الراوتر، ولو الراوتر صغير ممكن تعمل له قاعده بسيطه يركب فيها وتركب القاعده دي في الدراع بتاع الاداه اللي عملناها. مهم يبقى الراوتر وهو واقف في مكانه ما يكونش ساحب الدراع لتحت عشان ما يضغطش على قاعده الاداه اللي احنا عاملينها. فانت بقى تظبط ارتفاع الخشب اللي ماسكه الراوتر ومتركبه في الدراع. نيجي بقى لقص الشكل بتاعنا. ممكن تركب الاداه اللي احنا عاملينها في الخشب اللي هتقصها بمسمارين، يعني لو هنقص قرص ترابيزه او برواز مش مشكله، هنثبت المسامير في ظهر الخشب اللي احنا هنقصها. طب لو انا محتاج ما اعملش اي خرام في الخشب اللي هقصها، هتستعمل لزق دبل فيس يكون قوي شويه وتلزق الاداه في الخشب اللي هتقصها، وتبدا بقى الحفر بالراوتر.
طبعا لو هتقص الشكل يبقى هتستعمل ريشة قص عادية. لو ناوي ترسم بقى الشكل بس يبقى شوف الريشة اللي انت تحب ترسم بيها وركبها في الراوتر. طبعا لو الخشبة سميكة تبدأ تنزل الريشة كامل كل مرة وتلف الراوتر لحد ما يتقص الشكل معاك بالكامل. وطبعا مش محتاج اقول انك تكون رافع الخشبة اللي هتقصها عن البنك بتاعك عشان ما تحفرش فيه بالراوتر. ده كده الشكل اللي قصناه. ايه رأيكم بقى في الأداة دي؟ طب والله حلوة. نيجي بقى لشوية أسئلة مهمة. أول سؤال، إزاي أتحكم في مقاس الشكل البيضاوي؟ هو التحكم في المقاسات بتاعت الشكل البيضاوي اللي أنا عايز أقصه هتبقى بالخبرة شوية، إنما في طريقة سهلة لحسابها. دراع الأداة بتاعتنا فيها مسمارين، مسمار قريب من الراوتر ومسمار بعيد شوية. المسافة بين المسمار القريب والراوتر هي نص المسافة في أصغر دوران في القرص البيضاوي، والمسافة بين المسمار البعيد والراوتر هي نص المسافة في أكبر دوران في القرص البيضاوي. تلخبط مش كده؟ تعالوا أوضحها لكم أكتر بالأرقام. لو المسافة بين الراوتر والمسمار القريب 25 سنتي تبقى المسافة دي 50 سنتي، ولو المسافة بين الراوتر والمسمار البعيد 35 سنتي تبقى المسافة دي 70 سنتي. ودي فعلا المقاسات اللي أنا قصيت عليها القرص البيضاوي ده، 50 سنتي في 70 سنتي. فانت بقى تقدر تتحكم في مقاس الشكل البيضاوي في تحكمك في المسافة بين المسامير وسلاح الراوتر. وزي ما قلنا كل ما يكبر حجم الأداة دي يكبر معاك إمكانية انك تعمل شكل بيضاوي أكبر وتتحكم في المقاسات بنفسك. تاني سؤال، ليه ما عملش الشكل البيضاوي بمنشار الأركت؟ يعني احنا مثلا ممكن بالمنشار الشريطي نقص دايرة وتطلع مظبوطة جدا، اشمعنى الشكل البيضاوي بنقصه بالراوتر؟ لان مستحيل ايد مخلوق في العالم هتمشي مظبوط بالمنشار الأركت. حتى لو هتقص من بره شويه وتصنفر الزياده برضه مش هتطلع مظبوطه، انما الاداه دي بتقص بالاعتماد على ميكانيزم حركه ثابت بحيث انك ممكن تكرر العمليه وتقص كذا قرص بنفس الشكل. ثبات الاداه بتاعتنا دي زي ما يكون بترسم دايره ببرجل، انما ده برجل بيرسم اشكال بيضاويه، فاستحاله تقدر تطلع نفس الدقه دي باي منشار. ثالث سؤال وهو اهم سؤال، هو لازم اقص الخشب بميل بالريشه دي؟ وليه اصلا القصه دي؟ هو ممكن تقصهم بالريشة أو بمنشار الطاولة لو عندك، تظبط ميله على 15 درجة مثلا وتقص الخشب، وممكن لو عندك قرص خشب سميك شوية بوصة مثلا تحفر فيه بالراوتر. هتبقى الأداة من خشبة واحدة مش أربع قطع راكبين على خشبة تحتهم زي ما احنا عملنا. إنما ليه بقى بنعمل القص بميل؟ هو ممكن تعمل نفس الأداة دي بس من غير ما تقص بميل وتوجع قلبك، بس هتبقى ريحت نفسك ساعة وتعبتها طول الوقت بعد كده، عشان السدايب الصغيرة المتحركة دي ممكن تنط من المجاري بتاعتها وانت شغال، وهتبقى بدل ما انت مركز على مسكة الراوتر بإيديك الاتنين هتبقى ماسك الراوتر بإيد وضاغط بإيدك التانية على السدايب عشان ما تطلعش من مكانها. طب انا ما عنديش ريشة مايلة، ايه الحل؟ تعال اوضح لكم. هتحفر مجرى في الخشبة بالشكل ده وتخلي السدايب بتاعتك على شكل حرف T عكس الشكل اللي في الخشب. المهم انك تخلي السدايب بتتحرك بسهولة بس ما تطلعش من مكانها، وهو ده اللي احنا عملناه بالريشة المايلة، اننا خلينا السدايب اللي بتتحرك ما ينفعش تطلع برة الجزء الثابت من الاجزاء الاربعة، دايما تبقى موجودة تحتهم وبتتحرك بسهولة، سواء بقى هتعملها بالشكل المايل او هتعملها بشكل حرف T. ارجو ان حلقة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتم منها. الراوتر بحر كبير قوي ومفيش حد يقدر يجيب اخره. احنا كل فترة هنحاول نقدم معلومات عنه وعن طرق استخدامه وبعض الريش والبنطات الجديدة والمميزة، وكمان هنحاول نقدم بعض الحركات والتركات اللي بيقدمها الراوتر. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.